لك اتركوني محروق فيها املاش بشيره ما لا قاعده عندي بالبيت لو بدين قلب البيت وقالي تحتاني يا ابو عجاج صلي على النبي بنلاقي حل بنلاقي حل شو لك يا ابو عجاج حل شو الولد خلص اللي عم يستناه مات واندفن تعوض بكلامك ان شاء الله يا خالتي براشد لا تكبريها طولي هون يا مراشد طولي مالي بنتك وطلعوا برات البيت بدك ما بقى تلزمنا بنوم ما بقى تلزمنا هيك علي طولي بالك ما بدي طول بالك عمي طولي بالك علي شو بدي طول اسمعي لك بشيره اذا ما بتطلعي هلا برات البيت لازم حالي على الاسطوح سمعتوا طولي بالك يا امراه استغفر الله العظيم يا هلا وين ابو عريف بدنا ناخذ الكراسي اللي عند النجار مشان نصلحهم للمختار ايوه حاسس لك المختار كانه بده يتجوز مره تانية ما الله اعلم بس اذا سواها ونواه ما راح يساكن العزيمه حليق ها خير ستيف سلامتك على سويداد بس هدول اجونا اليوم وحب ابي يبعث لكم منهم وجبه وشو هدول عدس وشوية فول مقشات بديوت الله يسلم ايديك طيب قديش حقهم هدول ستيف قديش حقهم هدول الغراض خلص بعدين شو كان فادية شو هدول؟ هدول اغراض بعتناهم ابو ستيف بس نحن ما وصلنا على شيء ايه مزبوط في شيء في شيء لك ايه ما رح يهرب حبيب القلب اهلين حبيبي كنت ناطره تليفونك عرفت شلون يا بي؟ رايح جاي قدام بيت رشدي بيك رايح جاي لعنه الله عليه لعنه الله عليه شو وقفوا قدام بيت رشدي بيك يا بي؟ الحاره كلها صغيره وفيها كم بيت لا مو هيك يا بي مو هيك أنا بصراحة خايف ليقوم يعمل له شي شغلة مو منيحة ببنات رشدي بيك ما بصير نتركهم لحالهم يا بي هدول بنتين لحالهم بيعملها يا بي بيعملها هدول بنات مالهم غير الله وأهل الحارة يا بي لازم نحميهم يا بي لكن يا بي لكن بإذن الله ما رح نتركهم لحالهم إيه والله ما أشوفه مرة تانية واقف قدام البيت لا أطرق قتلي حشك ولبك والله الحارة كلها شاكة فيك إنك مالك نظيف يا درويش الكلب يا ريت اتجوز وحده من بنات رشدي بدال يلي ايه الله يستر ويبعث له واحد احسن مني يا الله يا كريم زكو انا قطعت راسي اخي امتى بدنا نوصل على البيت قدام اخر الصلاه قدام استغفر الله العظيم ارتاح اخي سلم مرتاح يلا مشي الحال قلت لي قدام ايه روزك مطفوش الله وهي 20 ذهبة كمان أبو عزيز الله يسلم الديات والله عجبتني الفكرة كتير بس القديش اليوم لبكني كتير لشو سوا؟ صار يحرك السرج وعلى نكشة كنا مكشفة فيه بدك دير بالك مرة تانية سيدي حيوان شنا نسي ابن عمي ابن عمي ابو عزيز كأنه صوت جارتنا ياسمين الله يستر عليها عتالي عتالي شبعك اليوم لك رفيقي طريف اخر الزازوة طريف انتبه وانت عم تمشي عالتالي عالتالي مثل ما قلت لك هذا بيكون بيت اهل معلمك فوزي والبيت الثاني بيت مهجور ما فيه حدا بنوب بس كمان لاهل معلمك مشكور عزوم ولو نحن بالخدمة شو كانوا عم يساوون على بيت ابو رسلان اجيبها في البيت 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 اجيبها في البيت
صوتك لطيف، بكره شو بتساوي؟ بتقدمي له فنجان قهوه مو هيك؟ الله لا يوفقك. اشتاقي الله يخليك، عاشت الله يخليك. وينك؟ اسمعي ياسمين، انت ما عاد تنفعيني ها؟ بتضبي اغراضك وعلى بيت اهلك. ياسمين لا 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 الله يخليك، لا تقول ان شاء الله لا تقول. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لك ليش تساوي؟ ليش تساوي؟ طيب سلمى وين حطيت الفرد؟ وين حطيته؟ لك ما في الشجرة، اشو بلعته شيء؟ ما عم بلاقي. تدور منيح. لك ما تقلي حطوه قفا الصخرة. هيك سلموه، خلينا نعمل بوريتين نعبي الطاسة مشان نعرف نقلب القصة على التمام. رحلة رحلة يا بي. قلت لك من أولها لك يا زكو، خلينا ناخذ الفرد من صبري، ما رديت لك. والله بي هي زبطت معك يا سلمو، أول مرة بتحكي شغلة مزبوطة. هذا الفرد قتالك يا صبري. سيدي بالاول شفت حريم بيت ابو راشد راكدين على بيت رشدي، وبعد نص ساعه شفت بنته لابو راشد كمان راكده بالحاره. ايه وما اسمع لك الا صوت زعاويت من البيت. العمى. ايه سيدي، ما لقي لك الا النسوان طلعوا ومعهم الست فاديه واختها وداد، صاروا يركضوا بالحاره ناح بيت ابو راشد. لك انت متاكد من هالشيء؟ ايه سيدي متاكد. وسيدي سمعت صوت رجال من البيت عم يقول رجعوا بسرعه وطمنوني يا فاديه، وتسكر الباب. لك هلا هذا مزبوط عم تحكيه؟ ايه والله يا سيدي. ايه روح الله لا يعطيك العافيه فوق تعبك. ليش صبري افندي؟ لك هاي الشغله بتعرفها من امبارح بالليل، ما بتخبرني لليوم؟ يا صبري افندي، اول شيء ما بقدر فارق الحاره، ثاني شيء قلت انا لازم اتاكد قبل ما خبرك. لازم اتاكد قبل ما خبرك. روح عند دار زهير. امرك سيدي امرك. لك يخرب بيتك شو غبي، من امبارح عندك علم ما خبرتني. الله يخليك يا اخي، هات لبوس ايدك ان شاء الله لا تبعتها لبيت اهلها. ما بدي اياها، قلت لي خلاص ما عاد بدي اياها. الله يخليك يا اخي، مالك اليوم عندك؟ بكره بيحكوا عليها العالم اشكال الوان. ولك يحكوا شو ما بدهم يحكوا، اساسا لو فيها خير ما زلت الجوز الاولاني. الله يخليك يا اخي، لا تطلقها والله العظيم، اذا طلقتها فلا واحد رح يدق بابها وما رح يصير بحياتها عندها رجال. منك ماشي، بس يكون بعلمك اذا بتغلط غلط واحد بس ما لقعد عندي. حاضر على عيني يا أخي حاضر، رح روح جيبها وخليها تجي تبوس إيدك تستسمحك. أصحك تجيبيها لأني ماني طايق أشوف خلتها. أخي اسمعي الكلمة يا أختي، بتروحي بتاخديها بالقطني وبتنيميها عندك لبين ما يروق بالي عليها. حاضر أخي حاضر. لك أنا شو كان بدي بهالشغلة هي؟ شو يا أبي؟ لسه ما لقيت دكاني؟ عم دور يا بي عم دور. لو تركتني اتصرف يا بي، كنت لهلأ عم تشتغل قصة وخلصنا منها، ليش لحتى نعيدها؟ أمرك يا بي أمرك. لك شوفي شبه، ليش لزقان فيكي؟ ابن عمي عمر بده يرجع مرته من بعد إذنك. صحيح لك عمر بدك ترجع مرتك؟ ايه ايه يا بي من بعد إذنك. وانت شلون شايفها؟ متغيرة عن أول ولا لساتها على طباعها؟ والله أنا يا بي لا عم روح لعندها عبيت أهلها ولا عم شوفها لحتى أعرف شو صار معها، بس هي أكيد 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 تغيرت بعد قصة الطلاق، وخصوصاً ما رضيت تاخد ولا غرض من غراضها من اللي حكمت لها فيهم المحكمة. مزبوط ولا لا يا مو؟ لك ابني أبوك بيعرف إنه ما أخدت ولا غرض من غراضها، بس هي رح تعيش معك مثل ما بدك ولا لا؟ خلينا نروح لعندها ونسألها. أنا رأيي إنه عمر رجع لدرية. أنت بتكفليها ما تساوي شيء يغضب الله؟ لا تقبرني، أنا ما بكفل حدا ابنه، جوزها هو اللي بيكفلها، مو هيك تقبرني؟ شو عمار؟ بتكفلها؟ ايه يا بي، بكفلها. يعني ما بتوجعوا لي راسي انت وياها؟ يا بي، أنا بوعدك، بوعدك إني حل مشاكلي أنا وياها بدون ما تدرى لا أنت
ولا أي واحد فيكم. قول الله يا بي، قول الله. شلون سيدي؟ مثل ما عم قلك، واللي بدي اياه منك هلأ تاخد عناصر المداهمة وتروح وتلقوا القبض عليه، بس بسرية تامة. أمرك سيدي. وينك؟ هذا سر خطير، يعني ما بدي أي حدا من العناصر يعرفوا شو عم نساوي. أمرك صبري أفندي. على شغلك. احترامي. وضروري آخذ موافقة أبي؟ شو هو اللي بده يتجوز ولا أنا؟ الواجب واجب يا عمتي. بس أنا ماني مثل أخي عمر. ليش شو بعمر؟ أنا ما حبيت بهدله لعمر قدام أبي، قلت لحالي يصطفل، هو هيك متعود، الكل يتحكموا فيه، بس أنا غير يا عمتي غير. لك يا ابني لازم أبوك يعرف إنه نحن رايحين لعند الجماعة. لا بهي معك حق، أبي لازم يعرف نحن لوين رايحين. هاي هي كل القصة لك ابني. إيه يا عمتي إيه، الأصول أصول. بعدين إذا عرف أبوك شو عليه؟ بالعكس بيكون أحسن لك، بتكبر بعينه. بس أنا ما كان قصدي عمتي. عمتي بدي أسألك، مين بده يدفع لك تكاليف هجوازي؟ مو أبوك؟ أنتوا روحوا لعندها وحاولوا تأجلوا موضوع الخطبة وكتب الكتاب شوي. يعني قديش المدة ابن عمي؟ والله ما بعرف يا بنت الحلال قديش. على كل حال عطوهم مهلة جمعتين وبعدين ما بنعرف شو الله بيخلق. أمرك ابن عمي. يلا يا مهون يا رب. لعنة على القصة. الله يخلينا ياك يا امو، يسلموا ايديكي. عمتي قوم اتصل فيها وقول لها بكره العصر رايحين لعنده. فورا عمتي. شايفه قديش تغير الفوزي؟ شلون يعني تغير حجه؟ بس يا سلوى انا شايفته تغير وصار قلبه أرق من الأول. والله أنا شايفته يا حجة هو هو، ما تغير شي عن اللي ربيته. إلا أنت الثانية. أنا اللي ربيته يا حجة وبعرفه. أنا بعرف أنك أنت اللي مربيتي، بس وحياتك فوزي ما كان هيك، ما كان هيك. فوزي من هو وصغير عسر يا حجة. تتذكري؟ تتذكري كيف كان يبكي على الغرض تبعه لحتى نعطيه؟ أنا اللي بتذكر يا سلوى لك. وما بدنا ناخد شي بإيدنا يا حجة. لا يوه يا سلوى معقول؟ يوه مشان قيمتنا لك بنتي بناخذ لها معنا حلق صغير ومنه بتكون يعني هيك فاتحة خير. شو؟ بكره العصر جايين لعنا. عن جد؟ معناتها بكره لازم نحضر حالنا منيح ونجيب فواكه وحلو ونرتب البيت. ماشي مبروك. يا ابو بالعين رسمالي
اللي سلمتك ابن عمي تكره الطق. ما في داعي للتليفون يا وداد خانم، وما بدي اسمع منكم ولا صوت. خدوهم خدوهم. ديري بالك على البيت بغيابي منيح يا ست الشهر. انت لا تطول علي تقبرني. ان شاء الله بقبر عداك باذن الله. ما بطول عليك يا نور عيني. يلا خلاص الله معك. ابن عمي، يعني ليش ما بتكسر السفرة وبعدين بتروح؟ عندي مشوار ضروري لبرات الحارة، لازم أصل قبل الظهر. لوين؟ عم أقول لك لبرات الحارة. شو ما بتفهمي أنت؟ بعدين بقول لك عليه. أنت بحياتك ما قلت لي شيء عن أسرارك ولا شو بدك تساوي. يا سلوى أنا، أنت مو عاددني مرتك. لكن شو انتي؟ انا بس خدامة، خدامة بهالبيت. روحي روحي، تعي تعي. لا حول ولا قوة الا بالله. انا خدامة خدامة سلوى. انا امرك سيدي امرك. سامحيني يا سلوى، انا مالي على بعضي. ليش انت امتى كنت على بعضك؟ ولا مرة كنت على بعضي؟ مش تيجي تحكي لي تفضفض لي همومك؟ الضحكه منك ما بشوفها الا بالف يا ويلاه. يا سلوى انا بدي اسالك مره تانية، اذا لسه بتحبها للمرحومه مرتك ليش تجوزتني؟ ليش؟ هذا سؤال بينسال يا سلوى. خلص خلص، ماتت ما عاد ترجع. ليش ذكرتيني فيها يا سلوى؟ انت اللي ما عم تقدر تنساها. حقك علي يا سلوى، حقك علي. انا بعرف انك حبيتها كتير، بس اطلع طلع بهالخدامة اللي عندك. حشاكي يا سلوى، انت ست هالبيت وانا اولادي خدامينك. انا بحبك يا سلوى. من قلبك عم تقول ابن عمي؟ من قلبي. وانا برحب لاقي مثلك ست بيت ارفع راسي فيها. الله يخلي لي اياك يا تاج راسي. أكيد لساتك نايمة يا وداد، ما رح فيك. صباح الخير تقبرني. صباح الخير يا مو. شو مبكر اليوم؟ عندي شوية شغل. اقعد كسير السفرة بعدين روح. يخلي لي ياكي. لا معلش باكل بالمكتب يا مو. لا تنسوا الموعد اليوم. ها لا شو ننسى تقبرني. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة. الله معك عمتي.
أنا راح أدبر له دكان لأبوك على كيفه، لا تأكل هم رسلان. الله يمد بعمرك يا مختار ويخلي لنا إياك، بس من شان الذهبات أنا كل اللي بدي إياه منك إنه توصلنا إياهم لبيت رجدي. شلون؟ أنت بس وصل لي إياهم لهنيك، قل لهم إنه هي أمانة وجاية واحد ياخذها من عندكم. وإمتى بدك إياهم؟ بعد بكرة عند أذان المغرب. أنا بعد هالموعد بساعة بإذن الله بكون عندهم. وبنات رجدي؟ هدول الحريمات بيعرفوني منيح مختار. ماشي. إيه مختار، حريم بيت ابن عمي شو أخبارهم؟ صارت شغلة عندهم. خير إن شاء الله. واحد فات على البيت وحاول يتعدى على الحريم. يا باطل، أنت شو عم تحكي مختار؟ نحن شاكين بواحد بس لسه ما تأكدنا أنه هو اللي عاملها. لك قلي قلي مختار، مين هادي اللي يا بروح يا بروحه؟ سيدي كانوا عم يراقبوا بيت أهلك. بيت أهلي؟ إيه سيدي بيت أهلك سيدي، وبعدين طلعوا لبرات الحارات كلها وراحوا على قرنة مقطوعة وناموا فيها. إيه كمي سيدي، وقبل ما يناموا أكلوا وشربوا وحششوا سيدي. وحشاشة كمان؟ إيه سيدي، وشفت مع واحد بيناتهم مسدس، يمكن يكون عسكري. مسدس عسكري؟ هيك تهيأ لي سيدي. بتضل عم تراقبهم وبتتابع تحركاتهم بدقة. احترامي سيدي. مين بعتهم يراقبوا بيت أهلي؟ من ساعتها لهلأ ما شفناه يا مختار. معناتها حزري كان بمحله. بمحله يا أبو جمال، وهذا درويش واحد واطي ونس. شو قصة التحري ملي الحارة اليوم عنا؟ والله ما بنعرف يا مختار، فأنا الصبح لقيناهم مزروعين بالحارة. معناتها اليوم ما رح نقدر نطالع من الذهبات شيء أبدا. ما رح نقدر نساوي شيء يا مختار. رح نأجلها لبكرة لكان إن شاء الله. الله يحلهم عنا في جاه الحبيب المصطفى. آمين آمين يا رب. صح عمي، أهلا وسهلا بالشباب. قلبه هلا قلبه عمي أبو عادل. ما هذا يا سيدي، أنا وأخي زقزوقة من يوم اللي كنا صغار ما فارقنا بعضنا البعض. الله يخليكم لبعض. الله يخليك. عمالك شو قديش صلك مشارب شاي عمي؟ عمي أبو عادل، هلا هذا البغجاتي ليش مسكر محله؟ بعيد عنك، أنا قلعته من دكانتي عمي. لا وليش عمي أبو عادل؟ دكانتي وبدي يا أخي. حقك عمي، حقك تأجر بدك يا. وبإذن الله الاستناوي قال له عم الحارة كلها. ايوه ليش يعني؟ ليش هن مو من الحارة؟ لا أخي لا، هن مو من حارتنا. لكن هن من وين عمي أبو عادل؟ لحد هلا ما حدا بيعرف منين اجوا. عمي أبو عادل، ومن إمتى اجوا على الحارة؟ من زمان عمي، من زمان. يعني ما بتعرف إمتى اجوا على الحارة؟ ولا بدي أعرف. إيه لا تعرف. اللهم صل على سيدنا النبي. سيدي ما كان يعترف على شيء. أصبح كمل معه التحقيق. أمرك سيدي. تعرف يا درويش، أنا مبسوط منك كتير، ها، لأنك جبت لي معلومة كتير كتير مهمة وأنا رح كافئك عليها. خدامكم سيدي خدامكم. روح كمل شغلك مع ياسين. حاضر سيدي. صبري أفندي، جيب لك بنات رجدي بيك؟ لا لا خليهن نايمين، مساكين ومتعبانين. حاضر سيدي. اهلا وسهلا وليدات خان. اهلا وسهلا. انا دريت شو عمل معك هالقليل قصر الصيف، بس وينك؟ لك وحيات عيونك، ما رح يلاقي مثلك بكل الشام. الله يسامحه. يا الله لا يسامحه الهي. شلون عم احمد تقبريني؟ ان شاء الله صارت احسن. زعلانه يبعث لي حمامة؟ ليش مين منا مو زعلان يا خالي بهيجه؟ مين؟ امورة؟ مين في عندكم؟ عنا الشيخه مطيعة. تفضلي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يهديكي يا بنتي على هالعمله.
ولك شلون عم تطلبي مني راضيكي معاه وانت مروحتي لهم الولد شلون؟ والله يا عمو ما كان قصدي، الله وكيلك ما كان قصدي، يا ربي دخيلك والله ما كان قصدي بموت لابنا، دخيلك يا ربي تسامحني، يا رب دخيلك تسامحني. الله يهديك يا بنتي، الله يهديك ويسامحك، بس فهميني شلون بتكتشيها وانت بتعرفيها احب ليش شلون؟ الله يصبرها، الله يصبرها ويكون بعونها يا رب. حسبي الله. يا شيخة بطيعان، يعني شو بدنا نعمل فيها يا بنيجة؟ أنا رأيي نشتكي عليها للكركون يحطوها بالحبس مع الجرادين والفيران. لا يا بنيجة، بشيرة ما لازم، أكيد هي منامك كانت تقتل ابني. ولك هاي وحدة قتلت نفس مجرمة، قتلت قتلها. إيه لا كمان يعني أنت الثانية مو هيك بشيرة منو؟ خلصنا بس بنيجة. أنا ما أكون حماتها فلخليها ساعة واحدة عندي بالبيت. الحمد لله يلي مالك حماتها، لأنه مو هيك بتعامل المجنب يا بهيجة. مو هيك شلون بدك عاملها؟ أصلاً لبشيرة هي وإمها. لك ما بتقرب لعدي بنوب، بتضل بحالها ليروق قلبي عليها. والله يا أخي مرتك قاعدة من مبارح عم تبكي. لك تنفلي. الله يخليك يا أخي سامحها. لك لا تحكي ولا كلمة، ها عسى ما أزعل منك أختي. مسكي. يسلم. لساته زعلان مني؟ ايه معه حق يزعل منك، لكن في وحده من النسوان بتنادي لجوزها قدام ضيوفه. والله معك حق، ما بعرف كيف هيك صار. دق الباب ناديلي، انا بعرف كيف طالعوا قدام ضيوفه من دون ما حدا يحس عليه. ما كنت عارفانه رح يزعل مني كل هالقد. انت بتعرفي انه جوزك بغار كثير، وفهمتك انه طلق مرته الاولانيه مشان غيرته، فهمتك ولا ما فهمتك؟ والله فهمتيني، وهي التوبه ما عاد عيد بنوب. الله يصلحك ويهديك. اهلا اهلا بنات رشدي بيك، اهلا وسهلا، اهلا بالهوانم. شرفوا شرفوا شرفوا، تفضلوا. اهلا وسهلا، نورتونا. فيهم تفضلوا، ارتاحوا 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 ارتاحوا. فينا نعرف ليش محبوسين عندك صبري افندي؟ سياحة واصطياف؟ بالله عن جد ما بتعرفوا؟ لا ما بنعرف. رح قلكم. أولا كنتم مخبين عندكم واحد مطلوب للحكومة، صح؟ ثانيا في سلاح ببيتكم. هذا السلاح للبابا ونحن معنا ترخيص فيه. شو هالحكي؟ ماشي خلينا بالمهم. شو كان عم يساوي عندكم ابن أبو راشد خلال المدة؟ كان هربان منك. ها؟ معتا بتعرفوا انه انا عم بطلبه بدي اياه هو وابوه واخوه. ايه نعرف. ليش ما خبرتوني؟ لانه ياسين ما انه مساوي شيء. شو هالحكي؟ هلا انت بتقرري اذا مساوي شيء ولا مو مساوي شيء؟ بس انت بدك ابو راشد صبري يا فندي. صبري بيقو ليه؟ بيك؟ بيك غصب عنك وعن عيلتك وعن ابوك اللي بقبره. اوعى تجيب سيرة ابي على لسانك مرة تانية. قلت لك اني راح اصير فوق وراح اكبر، بس انت دعستي عن النعمه تحت رجلك ورفضتي عيشه العز، رحتي حبيتي هذا الاجدب عجاج وما تجوزتيه ومات. لك ما بعرف شو كنت حابه فيه. الله يرحمه
عن قليلة كان قلبه نظيف. ولا هذا الثاني عريس الغفلة فضلتيه علي أنا؟ نحن ما لنا بالسيرة هلا، نطلع من هون صبري. والله بدكم ما تواخذوني، أنا هلا ما رح أسمح لكم تطلعوا بنوب. بعدين تعال يا ابني. حاضر سيدي. خدن على الأوضة الجوانية الفاضية وطعميهم وشربهم إذا بدهم. يلا خدن. رح تنام كتير يا صبري، رح تنام. وينك؟ لا تطعميهم ولا تشربهم. هذا بيعلم أشياء الدرويش، قلبي مو مطمن له أبداً يا أبو عزيز. وشو شكله هذا درويش؟ شاب أصلع بس شفته ما بتريح. على كل حال اتركه علي، أنا رح أدس لك عليه وجيب لك كل أخباره. يا ريت تعرف عنه كل شيء بس بسرعة. قلو أنه ما عاد بدي مرتي ياسمين. بس شايفك مهموم. لا لا ما في شيء محرز ينحكى بأمره أبو جمال، ما في شيء محرز. بزر أهل بيتك مو مريحينك؟ أعوذ بالله، أهل بيتي ما في منهم يا رجل. يعني إن شاء الله هالجوازين سريت منها كتير. أنعم وأكرم من حريم حارتكون، وأنا اتشرفت بهيك نسب. هلأ طمنتني يا أبو عزيز. وعلى شو طمنت؟ يعني خفت حرمتك تعذبك وأطلع أنا قدامك بسواد الوش. أعوذ بالله يا أبو جمال، وشك أبيض قدامي وقدام كل الناس. بارك الله فيك. عن إذنك شوي. إذنك معك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله: من مات له طفل وهو دون الحلم جعل مثواه الجنة. وحتى الطرح يا بنتي، الله لح يدخلك الجنة مشانه. الله لا يحرم الضرع لحدا. آمين. برد لها أولادها لمراشد سالمين غانمين بجاه رب العالمين. آمين. سمونا الفاتحة لهن. ايه يا جماعة اسمحوا لي، أنا لازم أمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنا كمان تسمحي لي. ياسين يا ابني قل لي وين ابوك وانا بطالعك. ما بدك تقول لي ما؟ ايش عليه؟ انا رح خليك تعترف غصبا عنك وعن ابوك. درويش مور سيدي. بدي اياه يعترف الليله. رح يعترف سيدي، رح يعترف ولا يهمك. امشي ولا امشي بابا، لفصل من اعضابك وتعشى بيت ليات كمان. وين بديكم؟ فتشنا كل البيوت ما لقينا. هادي اللي كنت خايفه منه. ياسين ما كان لازم يضل عنا. ياسين ما دخل اختي. صبري صار عنده الحجه حتى يتحكم فينا يا فاديه. وعز بابا وين راح؟ راح هيك على الأرض؟ الله يرحمه. اخ اخ بس لو كان عايش كان إلا صبري مع الكرسي تبعه. يعني شو هلا وداد؟ السرايا ما رح تساعدنا؟ السرايا ما بتحمي ولاد الأموات اللي مثلنا ولا بتهتم فيها. لك هاد كان رجدي بيك. اي أبوكي لما كان يخدم بالسرايا كانوا ما يرفضوا له طلب،
بس هلا شافوا حدا تاني يخدم. حدا واطي وحقير مثل صبري. وفوزي وينه ليحمينا؟ وينه؟ ما لنا غير الله يا فاتيا. ما لنا غير الله. لك شو هالشايات يا عمي ابعادي؟ عمي صحتين. شو انا؟ بقول له عمي صحتين وانا كل شيء حسابك عمي. الله يسلم هالايدين يا رب. راسي وعيني. الله ربي يخلي لي هديات. شفته لصاحبه؟ منو هذا ابعادي؟ لك هذا فوزي ابن ابو رستام. لك ايه اللي مستاجر دكانتي. البغجاتي شو بك؟ هلا هذا ابن البغجاتي؟ ايه ابنه. دخلك عمي بعادل؟ وين بيشتغل العينتين؟ بالسرايا. وري على الفوتي. ما عجبك ما هيك؟ لا عمي ما عجبني ولا بدي يعجبني. ها مشان هيك انا قلعته من دكانتي. والله ما قصرت يا بعادل. بس يعني ما بيأذيك؟ والله هو ايش كان بده يأذي يعني بيأذي. وحتى مرة أخذوا لي ابن عادل وحبسوه بس دغري طلعوا. ودخلك عمي بعادل ليش طالعوا؟ يعني لأنه خاف منك؟ ولا بخاف مني بس الحريم تدخلوا عليه لحتى طلعوا. ايوه شو دخل حريم عمي ابعادي؟ لاني كنت خاطب اخته لابني عادل. ايوه جوز بلدي يا جوز. كيف شايف حالك اليوم ابن عمي؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله أحسن من أول. إيه الحمد لله. شغلت بالي عليك وين كنت؟ يا سيدي كنت بالغوطة. وشو كنت عم تساوي بالغوطة؟ رحت اشتريت شقفة أرض واتفقت مع البستاني يعمر لي عليها بيت على السريع. لمين؟ إلك أنت؟ لا إلك. بدي حطك بالبيت بعيد عن عيون الدرك ومنه بتتحسن صحتك. كتر خيرك يا ابن عمي. ولو يا أبو راشد الدم ما بيصير مي. أكيد هني برات البيت. بعدين الوقت لسه بكير على روحة أهلي لعندهم.